السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة بيت شيف. النهاردة هقدم لكم وصفة سهلة وسريعة وبنحتاجها في حاجات كتيرة جدا، هي الجبنة الكريمي أو الجبنة الكوباية، وهي موفرة جدا وفيها وهتضمن فيها الجودة والنظافة. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. أول حاجة المكونات معانا نص لتر لبن، معلقتين كبار نشا، ومعلقة كوباية زبادي، وأربع مكعبات زبدة، وأربع مكعبات جبنة كيري. أول حاجة هنبتدي إن احنا نحط المكونات في الكبة. هنحط اللبن، وبعد كده الزبدة والنشا. هننزل فوق اللبن. لو الكبة صغيرة ممكن تحطي نص كمية في الأول بالشكل ده. بعد كده هنبتدي ان احنا نضربهم في الكبة كويس جدا بحيث ما يبقاش فيه اي تكتلات بالشكل ده بالشكل اللي حضرتكم شايفينه ده. طبعا الجبنة الكريمي بنستعملها في يعني مش هحط فيها ملح لان احنا هنستعملها في حلويات بعد كده، وهنزلها لكم في فيديوهات بعد كده ازاي هنستخدمها وايه نوعية الحلويات اللي هنستخدمها فيها. هنا بعد اما خفقنا وبقى القوام بالشكل ده، هنحطه في حلة وبعد كده هنرفعه على النار وهنستمر في التقليب. وممكن تعمليه في مصفى قبل ما تنزليه في الحلة علشان تضمني ان مفيش اي جبنة اي نشا متكتلة او الجبنة الكيري او كده اي حاجة فيها تكتلات من دي. هنستمر في التقليب لحد ما نوصل للقوام الكريمي. هنشوفه دلوقتي مع بعض في طبعا نار متوسطة. اول ما يبتدي القوام يتقل شوية هنحط معلقة من الخل ونستمر برضو في التقليب بالشكل ده. وصلنا للقوام الكريمي ده، القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. بعد كده هنعمله بالهاند بلندر او لو مش متوفر ممكن الخلاط ممكن الكبة لحد ما يبقى ناعم جدا جدا زي الجبنة الكريمي بتاعت الكوباية اللي احنا بنشتريها بالشكل ده. وصل لان هو بقى ناعم جدا معانا. بعد كده هنصبه في برطمان او علبة محكمة الغلق وهيتعن في التلاجة ونستعمله في السندوتشات او في الحلويات. وكفاية ان انت هتبقي ضامنة الجودة والنظافة. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها، وهستنى تعليقاتكم وارائكم. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.